أهم حاجة لهنا في المدرب هي شخصية المدرب أهم حاجة. وكما قال ثم توا الفيستير، الفيستير شنو لدينا نتاع الفيستير نتاع المنتخب الوطني التونسي؟ ثم ملاعبية جايين من الإترانجي مش نفس العقلية، معناتها لاعبين عايشين في فرنسا، لاعبين البرة، ثم ملاعبية موجودين على المستوى الوطني، وثم ملاعبية لعبوا في تونس وخرجوا البرة دي ستار. معناتها لهنا فيستير تحكم فيها خلينا نقول وإحنا ثلاثة طوائف نسهلوها برشا. اليوم الثلاثة هذوم اللي موجودين هما ثم ليزونسيان يسميهم في المنتخب الوطني التونسي، ليزونسيان هذوما اللي هما عندهم كلمتهم في المنتخب، حابين نقولوا على بلغتنا المسامر المصدى صحيح، عندهم كلمتهم في المنتخب الوطني التونسي في التوليفه اليوم، ويجم يكون حتى المدرب يستشيرهم اليوم في يستانس ابراهيم. نقولوا احنا مبسطوها ايش اشكال وقت يبدا ملاعب كبير مثلا يستشير المدرب عادي نحكيو. لكن اذا ما فماش حسابات ضيقه، لكن سامحني سفيان العبد في النادي سفيقس ولا هيثم ولا ياسين، ساعات المدرب يحكي معك راهو فما عباد كابيتانات هما التروازيام ادجوان لازم ادجوان في الترا باش يوصل المعلومه للملاعب لاصحابه. زاد نكمل الفكره فوزي، اليوم المدرب ثم زوز حوايج مع الملاعبيه تخليه اليوم اون بوزيسيون في الهاي ليفل نتاعو. اليوم هو السي في نتاعو وشرينا وش خدم وش عمل، مش معناتها لازم المدرب اليوم يكون عنده زاد ملاعبي بوكو دو تروفي ولا هز برشا تيتروات، خاطر برشا ملاعبيه كبار في العالم هذا كيما دياغو ارماندو مارادونا الله يرحمه ما عمل حتى شيء كمدرب، لكن ملاعبي كبير ياسر. لكن اليوم السي في نتاعك هو اللي يشفع لك مع الملاعبيه هذه، اش دربت اش عملت. اليوم السيد منظر الكبير هذا ما يقلش من قيمته الفنيه، منظر الكبير شنو هو السي في نتاع المدرب الناخب الوطني اللي هو ليليت اليوم النخبه تريني في النخبه. اليوم السي في نتاعك لازم يكون سي في محترم اكثر من هكا، والا تكون انت ملاعبي لعبت برشا كيما نشوفوا احنا المنتخب المصري، كي تشوف العباد اللي قاعدين وائل الجمعه، تشوف الجارديان اسمه حسام الحضري، تشوف كذا بركات الجماعه سيطروا على افريقيا لمده سنوات قداش من معناتها يفضوا الاحترام. اليوم معناتها اليوم المدرب الوطني والناخب الوطني يجب يكون عنده سي في محترم، خلي الملاعبي يحترمه كي يتعامل مع تعيين جلال القادري ولا لا. هنا الاحاله، هنا الاحاله، هنا الاحاله. انا ك انت معاه ولا لا؟ اليوم نحكي لك تحكي رياضيا والا اداريا بناء على كلامك سفيان على زوز حوايج. لا لا مش نجيك، مش نجيك، مش نجيك، مش نجيك، مش نجيك. اليوم جلال القادري كمدرب مساعد، من يجم يكون كمدرب مساعد، من يجمش يكون مدرب.